بس كده، وخلاص. او حصني نفسك لما تيجي تدخل بيتك. عايزه تقولي حاجه تانية؟ طيب ربنا ان شاء الله يصلح لك ربنا الحال. يسترها يا رب. طيب معانا ريهام تاني برضو من دمياط، اتفضلي يا ريهام. إيه دكتورة لو سمحتي، أنا عندي 20 سنة، أنا حلمت إن والدي في إعصار أو عاصفة يعني جاية، ووالدي رايح يجيب لنا غدا، وبعدين احنا حلمت الأول إن احنا في بيت قديم وفي إعصار جاي وبابا رايح يجيب لنا أكل عشان ناكل، فتلاقيت الإعصار هواء شديد جدا ومطر شديد جدا دخل في البيت وكسر الشباك وكسر الإزاز، وبعدين لقيت أنا وماما بنحاول نقفل الإزاز ده الشباك ده، وبعدين لقيت إن في ناس معرفش مين دول جم عشان يلموا الإزاز، وأنا قلت إن أنا يعني خلاص هما كده هيصلحوه هيبقى كويس ومفيش حاجة يعني هتحصل. بس لا، هي الرؤية دي محتاجة تحصين منك، لأني واضح إن في مشكلة خارجية منبعها خارجي داخل على البيت، وبما إن حصل تكسير، التكسير من أسوأ الأشياء اللي ترى في المنام. لا إله إلا الله. يعني أسوأ حاجة إن يتكسر إزاز، معنى كده إن في نفسيات بنت تدمر، عرفتي؟ فربنا يستر عليكي. الرؤية يعني دفع ضرر، طلعي حاجة لله، صلي ركعتين عشان دفع ضرر، ده ضرر شديد. والله اعلم. ربنا ان شاء الله يصلح لك الحال يا رب. يا رب. طيب بصي، في واحده بعتت لي الحلم ده اكتر من مره، لو سمحتي انا جوزي في مشكله ومحبوس. حلمت انه خرج وطلع براءه وهيدفع كفاله 9000 جنيه، وكنت فرحانه جدا، ارجوكي فسروا لي بسرعه.